السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم على موضوع غريب جدا. طبعا احنا كلنا عارفين ان الفيسبوك تعتبر اكبر واضخم شبكة تواصل اجتماعي في العالم، وعليها اكتر من 2 مليار يوزر اكتيف، تمام؟ وطبعا عشان الفيسبوك بتحاول دايما بتحمي مستخدميها عشان هما يعتبروا رأس مالها يعني. وعارفين برضو اللي نظرا للعدد الكبير ده بيبقى طبعا فيه ابتزاز الكتروني لا اخلاقي. فالفيسبوك بقى في خطوة جريئة جدا هتعمل حاجة غريبة، تفتكروا هتعمل ايه يا جماعة عشان توقف عملية الانتقام الاباحي ده؟ تخيلوا هتعمل ايه؟ الفيسبوك هتنزل فيتشر، ميزة كده هتطلب من اليوزرز بتوعها يبعتوا لها صورهم وهم عريانين. لا، زي ما انتوا سمعتوا كده، دي حقيقة. الصور دي طبعا هتتحول لبصمة رقمية مشفرة، بحيث لما حد يحاول يبتز مثلا الشخص ده ويقول له انا بهددك، سواء بقى فنان سياسي واحد عادي جدا، فطبعا هيجي بقى ينزل الحاجه دي على الفيسبوك. طبعا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هتمنع الصور دي اللي هي تنزل. والعجيب ان الميزه دي بدأت فعلا تستخدم حاليا في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده في استراليا بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكوميه. والسؤال يا جماعة، تفتكروا الميزة دي لما تفعل على مستوى العالم، احنا كوطن عربي او احنا كمسلمين او احنا كشرقيين او احنا كلنا عادات وتقاليد معينة، تفتكروا الميزة دي هتنفع معانا ولا مش هتنفع؟ دي نقطة مهمة. لكن زي ما احنا عارفين اللي الواقع التكنولوجي لا يراعي مثلا حتة اللي انت متدين او غير متدين او ليك عادات وتقاليد معينة. في ناس كتير جدا على فكرة هترحب بالنقطة دي او بالميزة دي، واحنا دلوقتي اهو داخلين على 2020، سنتين بالكتير وهتلاقيها معممه. فدي نقطه ممكن البعض يشوفها سلبيه زي ما انا شايف اللي هي نقطه سلبيه، بس في ناس تانية كتير جدا بسبب الموضوع ده وبسبب الهاكينج والقرصنه والاختراقات مستعدين يدفعوا ملايين عشان يحموا نفسهم. فدي بس كانت نقطه كنت حابب اتكلم عنها يعني بالنسبه لفيسبوك، خصوصا ان هي شركه عملاقه جدا ورأس مالها طبعا بالمليارات. طبعا يا جماعة ما تنسوش السبسكرايب والشير، احنا عايزين نوصل لأول 1000 مشترك ان شاء الله طبعا بمجهودكم وبدعمكم معايا. السلام عليكم.